تحب تعرف عليكي؟ دينا سعيد. ليه اخترتي الرياضه دي يا دينا؟ عشان رياضه دفاع النفس، بتدي ثقه في النفس زياده. ايه الاختلاف من قبل ما تلعبي الرياضه والنهارده؟ في شخصيتك. شخصيتي كنت في الاول شخصيه مهزوزه شويه، دلوقتي بقيت شخصيه اقوى، بفكر بعالي اكتر من الاول كده. ليه اتمرنتي في الاكاديميه دي بالذات؟ سمعت عنها ان اكاديميه كويسه، بيهتموا باللي بيجي يتمرن عندهم كده. ممكن تقولي حاجه للبنات عن الرياضه دي؟ الرياضه بتفيد الشخص من جواه، حتى لو مش رياضه كيك بوكس او رياضه كونغ فو، هي رياضه كويسه جدا، بتدي هدف للبني ادم بيبقى عايز يعمل حاجه، يوصل لحاجه في المجال اللي هو فيه. ان شاء الله ربنا يوفقك ونقابلك وانت بطله ان شاء الله. ان شاء الله.